السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا. يمكن الأسابيع الماضية في رحلة الأوت بريك بديتوا تتعرفون على أبرز ملامح الأوت بريك كديفينيشنز كبروسيس. اليوم نتكلم عن موضوع مهم اللي هو المانجمنت. إذا حصل عندنا أوت بريك كيف نعمل مانجمنت، والهدف منه الأساسي إنه ما يكون عندنا انكريزنج للكيسز في المنشأة الصحية. طبعا قبل ما نتكلم عن المانجمنت الاوت بريك لازم نعرف الكرنت سيتويشن اللي احنا موجودين فيه، او الحاصل او الشيء الموجود عندنا اليوم على مستوى الناشونال. ففي 2023 كان عندنا 1938 نوتيفيكيشن وذ 3514 كيسز وير ريبورتد تو جي دي اي بي سي ناشونال بلاتفورم from healthcare facilities as following. كان عندنا الـ healthcare associated outbreaks 1240 notification مع 2767 حالة. الـ COVID outbreaks كان عندنا 18 notification كـ outbreaks مع 67 حالة. MERS-CoV خلال 2023 كان عندنا 5 cases صنفت as sporadic cases. الامبوكس وهو من الايمرجنج اند ايمرجنج ديزيز كان عندنا 675 سبوراديك كيسز، وكلها كانت كوميونتي اكوايرد انفكشن، ما كان عندنا اي حاله صنفت كهيلث اكوايرد انفكشن، او ما كان عندنا اي سكندري ترانسميشن للامبوكس. فالجي دي اي بي سي ناشونال بلاتفورم ريسيفد التوتال 1240 كهيلث كير اسيتد اوت بريك نوتيفيكيشن في 2023، وهذا يعطينا زيادة 144% إذا قارناها بعام 2022، لأنه كان عندنا 508 notification للأوت بريك. طبعاً according للclassification المبنية على الريسك assessment وعلى البريفيس reports للجي دي اي بي سي، احنا عندنا كلاس A كان عندنا في 2023 15 اوت بريك وتمثل نسبة 1%. اوت بريك كلاس B كان عندنا 57 اوت بريك وصن يعني بنسبة 5%، والكلاس C عندنا 1168 وتمثل نسبة 94%. اليوم الميجرز انفورميشن عندنا في الليكتشر هذه انه نتكلم عن الاوت بريك as class C ما يكون عندنا ارتفاع له لاوت بريك class B or A. ايضا كيف نعمل مانجمنت للايمرجنج اند ري ايمرجنج كيسز انسايد هيلث كير فاسيليتيز اذا كانت حتى كوميونتي اكوارد انفكشن. ضروري تعرفون المعلومه هذه انه عندنا 67% من حالات الاوت بريك حدثت في الاي سي يوز اللي هي وحدات العنايه المركزه، سواء نتكلم على الادلت او نتكلم على النيونيتال او نتكلم عن البيدياتريك كبيكو يونت. الاوفر اول برسنتج اوف ديث اسوسييتد وذ اوت بريك كانت 34، لكن المعلومه المهمه اللي هي الاسوسيشن داز نوت مين الكوزيشن. لو ناخذ نظره سريعه على النوتيفيكيشن من 2015 الى 2023، ابرار اذا تسمحين الظاهر في ناس او فيه احد يبغى يدخل. لو نلاحظ من عام 2015 الى 2023، يمكن في 2015 كان عندنا فقط 10 نوتيفيكيشنز استلمتها الجي دي اي بي سي، في 2016 كانت 9، 2017 12. ذات مين ان احنا في نفس الرينج من 2015 الى 17. 2018 كان عندنا انكريز الاويرنس انه الايرلي ديتكشن الاوت بريك والنوتيفيكيشن is considered as good implementation and good practice in the healthcare facilities. فصار عندنا ارتفاع في 2018 2019. كان المفروض الارتفاع هذا يكون أفضل في 2020، لكن بحكم الجائحة كان التركيز كله على الكوفيد 19. ف2021 بدينا نعمل مرة ثانية الأويرنس، كان عندنا ارتفاع إلى 122. يمكن القفزة كانت في 2022 أنه يكون عندنا good notification وكان عندنا 508. في 2023 كان عندنا 1938، والعدد هذا مبرر لأنه 600 أكثر من 600 حالة أو أكثر من 600 notification كانت خاصة فقط في حالات الإنبوكس. الهيلث كير اسيت اوت بريك مانجمنت ريفير تو ذا سيستميك ابروتش تو كنترول هيلث كير اسيت اوت بريك وذين هيلث كير فاسيليتيز.
and implementing control measure to reduce the risk of transmission. انا عندي اهم نقطه في المانجمنت انه يكون عندي reduce للريسك اوف ترانسميشن. كيف يعني يكون عندي reduce الريسك اوف ترانسميشن؟ ما يكون عندي زياده في عدد الحالات. فالبرايمري اوبجكتيف اوف اوت بريك مانجمنت از تو انتربت ترانسميشن از كويكلي از بوسيبل تو بريفنت الفيرذر كيسز. يكون عندي تدخل سريع قدر الاستطاعه او قدر الامكان عشان ما يكون عندي زياده في عدد الحالات. فالكي ستيب انفولف ان ذا اوت بريك مانجمنت تتكون من ست محاور بنتكلم عنها بالتفصيل: البريفنتيف ميجر، البريبريشن اند بلاننج، الكنترول اند ريسبونس، ريزوليوشن اند ايفالويشن، الايدنتيفاينج اند كنترولينج ذا سورس، الديبريفينج اند الليرنينج. طيب لما نتكلم عن البريفنشن ميجر، ايش يعني اتكلم عن البريفنشن ميجر؟ ايش البريفنشن ميجر اللي هي تهمني؟ البريفنشن الامبلمنت البريفنتيف استراتيجي تو مينيمايز الريسك اوف ذا اوت بريك. This may include vaccination combining and hand hygiene protocols and surveillance. كيف مثلا يكون عندي كومبين الفاكسين؟ كيف يكون عندي هايجين بروتوكولز؟ كيف يكون عندي سيرفيلنس؟ لما اعمل مينيمايزنج ويكون عندي استراتيجيز للمينيمايزنج للكيسز او الاوت بريك، فيكون عندي حملات بعض الاحيان للتطعيم، يكون عندي الهاند هايجين كومبلاينس مرتفع في المنشاه الصحيه، البروتوكولز متطبق، وهذه من احد برامج مكافحه العدوى اللي هي الهاند هايجين كومبلاينس اللي هي السيلف اسسمنت المنشاه الصحيه. ايضا يكون عندي جود سيرفيلنس بروجرام. الجود سيرفيلنس بروجرام هو ايرلي ديتكشن لمراحل الاوت بريك. يكون عندي ايضا ايديكيت الستاف اند كوميونيتي اباوت انفكشن بريفنشن اند كنترول ميجر. دائما لاحظ حتى في الانترنس للطوارئ، الانترنس للاي سي يوز، انه يكون في بعض البوسترز الخاصه بالايديكيشن، سواء نتكلم عن الهيلث كير وركر او عن الفيزيتور اللي هم يعتبرون من الكوميونيتي، عشان ما يكون عندنا ترانسميشن للانفكشن سواء من الكوميونيتي او سواء انسايد هيلث كير فاسيليتيز. فالاوت بريك مانجمنت ايمز تو انتربت ترانسميشن از سويفتلي از بوسيبل تو بريفنت فيرذر كيسز باي ايدنتيفاينج ذا لايكلي سورس اند مود اوف ترانسميشن. لازم برضو نعرف المود اوف ترانسميشن، واتوقع ان احنا تكلمنا عنها في المحاضره السابقه. كيف يكون عندي بريبريشن اند بلاننج؟ مهم جدا في مكافحه العدوى الانفكشن كنترول براكتس بشكل عام، انه دائما يكون عندي بريبريشن، دائما يكون عندي بلاننج. ففي مرحله الاوت بريك يكون ديفولف الاوت بريك مانجمنت بلان، يكون فيها اوتلاين رولز ريسبونسبيلتي اند كوميونيكيشن شانلز. كيف هذه تكون موجوده عندي؟ مثل ما انتم عارفين بعض الاحيان في الكوركتيف اكشن بلان يكون عندي الاوبزرفيشن اللي انا شفتها في الاوت بريك، ايضا يكون معاها سوليوشن، ايضا يكون معاها ريسبونسبيلتي من الشخص المسؤول عن تصحيح الكومنت هذا، ويكون معاها ايضا التايم فريم. ايضا هذه الكوركتيف اكشن بلان جميعها تتصل او يكون موحده في الكوميونيكيشن شانلز. هل الكوركتيف اكشن بلان هذه ديليفر للهوسبيتال دايركتور، ميديكال دايركتور، ريجنال هيلث دايركتوريت في المديريه او في الوزاره، عشان يكون عندي كوميونيكيشن شانلز واضحه. الIdentified resource needed for effective outbreak response. لازم إذا كان أبغى يكون عندي effective outbreak response يكون عندي identification للresource اللي أنا محتاجها. وطبعاً establish surveillance system to detect early sign of an outbreak. هنا أقصد بالsurveillance system إنه يكون عندي identification و early identification للcases. أبدأ ألاحظها في مرحلة sign and symptom. نتكلم عن stage of disease اللي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. كيف يكون عندي control and response implement infection control measure such as isolation, quarantine and contact tracing. كيف يكون عندي isolation في الحالات اللي under contact precaution، تكون الحالات assigned ومعروفة في ال healthcare facility أو في اليونت أنه هذه الحالة under contact precaution أو الحالة هذه under droplet or airborne. الكارانتين في حال الاحتياج مثل ما استخدم في البانديميك الخاص بكوفيد 19. ايضا الكونتاكت تريسنج، والكونتاكت تريسنج هنا في مرحله مهمه في الاوت بريك مانجمنت، انه لازم نعرف الكونتاكت تريسنج اني ون انفولف ان ذا كيسز. كيف اني ون انفولف ان ذا كيسز؟ معناته انه انا باخذ الكونتاكت تريسنج سواء من الهيلث كير وركر، من الفيزيتورز، من الهيلث كير وركر نتكلم من جنرال نيرس، دكتور، ارتيز، anyone deal with the patient، عشان يكون عندي good contact tracing. ايضا يكون عندي communicate transparently with effective individual healthcare provider and the public. يكون عندي تواصل مع healthcare provider اللي هم موجودين في المنشأة الصحية، البابليك في حال الاحتياج، ايضا الناس اللي انا محتاج اتواصل معاهم يكون عندهم
خبر او يكونون انفولف في الاوت بريك. نعمل مونيتور للسيتويشن كلوزلي اند ادجست ذا كنترول ميجر از نيدد. ايضا من اهم النقاط اللي موجوده في الكنترول اند ريسبونس انه يكون عندي ايزوليتنج للانفكتد بيشنت، انهانسنج الهاند هايجين براكتس، اند يوزنج البي بي ايز وذ ا كوركتيف واي. ريزولوشن اند ايفالويشن، كيف انا اعمل او كيف اقيم يكون عندي اسس الافكتيفنس اوف اوت بريك كنترول ميجر. انا عندي ميجر امشي عليها، كيف اعمل تقييم عليها؟ Once in the transmission is interrupted, evaluate the response and identify listen length and update policies and procedure based on the experience during the outbreak. كيف أعمل updating the policy and procedure based on the experience during the outbreak؟ خلينا نأخذ example. بعض الأحيان يكونون related department not involved in the policy and procedure في مكافحة العدوى. ففي مراحل الoutbreak يعني نتعرف على اللي هو الأقسام المعنيه والاقسام اللي موجوده في المنشاه الصحيه، فما في مانع انه يكون عندنا ابديت للبوليسي والبروسيجر عشان يخدمني لو لا سمح الله كان عندي اوت بريك قادم. الاوت بريك مانجمنت ريكوايرد كولابوريشن امونج هيلت كير بروفيشنالز بابليك هيلث اثوريتيز اند كوميونيتي تو افكتيفلي كونتين اند ريزولف ذا اوت بريك. ايدنتيفاينج اند كنترولينج ذا سورس، الاوت بريك مانجمنت انفولف ايدنتيفاينج ذا سورس انفكشن. IBC Department investigate the outbreak. أيضا يعملون trace contact and take necessary step to control spread. Effective communication ensure that all stakeholders are informed. مستحيل إنه يكون عندي outbreak وفقط قسم مكافحة العدوى هو اللي قاعد يشتغل على موضوع المانجمنت. فالموجودين في المنشأة الصحية بلس خارج المنشأة الصحية مهمتهم جميعا انهم يعملون لموضوع المانجمنت الخاص بالاوت بريك. الاي بي سي ديبارتمنت واحده من مهامه اللي هو ريكوجنايز اند كونفورم الاوت بريك. هذه طبعا تشمل النوتيفيكيشن ديفايند كيس اند جاذرينج ريليفنت انفورميشن. ايش الدروس دائما اللي نتعلمها من الاوت بريك؟ لما يكون عندي مانجمنت الاوت بريك الاي بي سي ديبارتمنت كوندكت ديبريفنج تو ليرن فروم ذا اكسبيرينس to prevent recurrent outbreak. خلينا ناخذ عليها مثال. بعض الاحيان يكون عندنا السورس واضح للاوتبريك، فنكون مركزين على السورس هذا في مرحله المانجمنت عشان ما يحصل عندي another outbreak، ونكون احنا عارفين المصادر او الريسك اسسمنت او التريت الخاص بالمنشاه الصحيه، ونكون بريبيرد عشان نعمل بريفنت للنكست outbreak. كسمري من السكس بوينت اللي تكلمنا عنها، الاوت بريك مانجمنت في الهيلث كير فاسيلتي از اسينشال فور بابليك هيلث بيشنت سيفتي اند مينتيننج ذا كواليتي اوف ذا هيلث كير سيرفيس باي ادهيرينج ايفيدنس بيس اي بي سي براكتس هيلث كير فاسيلتي كان افكتيفلي مانج اوت بريك بروتكت ذير كوميونيتيز. الفيسز للاوت بريك مانجمنت بلان، احنا نتكلم هنا على الناشونال بلان. الناشونال بلان عشان يكون عندنا جود بلان للاوت بريك مانجمنت، ايضا تتفصل الناشونال بلان دائما على مستوى الهيلث كير فاسيلتي. فالبلانز دائما تتكون من البريبيرنس والريدنس والريسبونس. فنتكلم على البريبيرنس اللي هي الفيرست ستيج انكلود ديفلوبمنت اوف بابليك هيلث ايمرجنسي ريسبونس بلان for relevant hazards such as the mapping for potential hazard and hazard sites, the identification of available resource, development of appropriate اللي هو stock builds of resource as well as the capacity of supports of support. طبعا المرحلة هذه تاخذ تقريبا من 6 شهور الى سنتين، لكن لما نتكلم at the facility level على مستوى المنشأة يعني نتكلم specifically refer to the development of a plan for communicable disease. هذا اللي يمكن المنشأة الصحية هي اللي تقدر تتعامل معه. في المرحلة الثانية readiness، هذه المرحلة تأخذ إلى 6 شهور كتحضير، لكن على مستوى المنشأة الصحية تكون specific للthreat اللي يجي من communicable disease. في مرحلة response، وهذا دائما اللي هو مكافحة العدوى يكونون جاهزين فيه، مرحلة الريسبونس على مستوى الفاسيليتي يكون البابليك هيلث ريت ريفير سبيسيفيكلي تو ذا تو كوميونيكابل ديزيز اوت بريك ايدنتيفايد ان ذا هيلث كير سيتنج.
طيب في مرحلة الاوت بريك مانجمنت من اهم النقاط اللي ترجح المانجمنت الاوت بريك اللي هو يكون فيه رول واضحة للليدرشيب. بنتكلم عن بعض الرولز وكيف نعمل لها شرح. فنتكلم عن اول واحدة اللي هي الاستراتيجيك ديسيجن ميكنج. لازم الليدر يكون عنده decision. فالليدر must make informed decision quickly to address the outbreak effectively. أيضا determine the allocation of resources and personnel to manage the outbreak. الكوميونيكيشن واحدة من أهم النقاط اللي موجودة عند الليدرشيب عند الليدر. فيكون عنده clear communication with healthcare staff and patient and public إذا كان في حاجة. أيضا الليدر provide update on the outbreak stated and measure begin taken. الكوردينيشن أيضا يكون الليدر coordinate with the public health authorities and other organization for a unified response. برضو يكون عندنا ensure that all part of the hospital work together to manage the outbreak. واحدة أيضا من الرولز الخاصة بالليدر إنه يكون عنده supporting للستاف. كيف نعمل supporting للستاف؟ يكون عندي providing support and guidance to the healthcare worker is a priority. يكون عندي leader must ensure that staff have training and education. أيضا واحدة من مهامه quality and safety assurance إنه يكون عندنا insurance the patient care and safety remind at priority during the outbreak. A leader implement and offer us infection control measure to prevent further spread. Learning and adapting اللي هو يكون leader learn from the current outbreak to improve the further response. إنه من outbreak اللي إحنا نبدأين نعمل له management يكون عندنا نأخذ منه دروس المستفادة عشان يكون عندنا response أعلى في المرات القادمة. أيضا adapt the policy and procedure based on the new information and the outcomes became from the outbreak. واحدة من أهم النقاط في outbreak management إنه يكون عندنا outbreak management team فعال. فال outbreak management team مهامه واضحة وموجودة عندنا اللي هي confirm the outbreak, establish the case definition, determine the existence of the outbreak through active case finding, investigate the source and case of the outbreak, make sure laboratory tests are undertaken appropriately and robustly, generate hypothesis on the current of the outbreak, define and implement control measure, implement a screening policy during the outbreak, assess the requirement for additional supplies and the staff in case of a large of outbreak, keep the healthcare worker in the hospital aware of the outbreak. هذه من أهم النقاط اللي يكون فيها مناقشة ويكون فيها discussion في the outbreak management team. إيش يكون عندنا the best practice in the healthcare facility during the outbreak? يكون عندنا infection prevention and control measure. يكون عندنا outbreak preparedness. كيف يكون عندنا infection prevention and control measure؟ implement the standard IBC measures such as hand hygiene, the use of PPEs and environmental cleaning, handling and disposal of waste and sharp, and management of the clean and used linen. كيف يكون عندنا outbreak preparedness؟ يكون عندنا developing and maintaining an outbreak preparedness plan. Training the healthcare worker in the outbreak response protocols. كيف يكون عندي surveillance and monitoring وكيف يكون عندي good communication and coordination. Surveillance and monitoring by establishing a surveillance system to detect the cases, regularly updating and reviewing infection data to identify trends, isolating effective patient and implementation quarantine measure when necessary. كيف يكون عندي good communication and coordination؟ يكون عندي ensure clear communication with all stakeholders including staff, patient and public health authorities. كيف يكون عندي resource availability؟ يكون وكيف يكون عندي continuous learning and improvement by learning from each outbreak to improve
future response يكون عندي adapting للبوليسي and procedure based on new evidence and outcome. أيضا يكون عندي ensure sufficient stock of PPE, testing equipment, hand hygiene, supplies and cleaning material. يكون عندي identifying لل variable healthcare worker and assessing alternative duties if needed. واحدة من أهم النقاط في المانجمنت الأوتبريك واللي كثير ما نسأل عنه اللي هو السورس. السورس of the outbreak عادة يكون صعب to detect، لكن عندنا بعض النقاط اللي يمكن تساعدنا أن يكون عندي good detection للسورس. فكيف أبدأ بالميثود؟ الميثود عندنا أول واحدة اللي هي data collection، يكون عندي good collection للداتا، وهذه كلها اليوم الحمد لله يمكن متواجدة على الناشنال بلاتفورم. وانس اني انا دخل اللاين ليست فيكون عندي داتا كوليكشن. ايضا محتاجين انه يكون او نعمل جود ريفيوينج للابراتوري داتا اللي ناخذها من المستشفى، بلس يكون عندي ايضا مراجعة للسيرفيلنس داتا اللي موجودة عندنا في حصن بلس. ايضا نعمل كيس ديفينيشن وهايبوثيسيس جينيريشن وديسكريبتيف ابيدمولوجي وانفيرومنتال اسسمنت واناليتيك ستدي. يمكن اهم نقطه هنا يكون عندي انفيرومنتال اسسمنت، وهذه دائما تكون بمشاركه الاقسام المعنيه في المنشات الصحيه، وغالبا تكون عند الصحه العامه، اللي هو كونتاكت انفيرومنتال اسسمنت تو ايدنتيفاي بوتنشال سورس اوف انفيكشن ويذين ذا هوسبيتال. وغالبا بعض حالات الاوت بريكس كود بي انه الانفيرومنتال هي السورس اوف انفيكشن. ايضا من الميثودز الخاصه بالمانجمنت اللي هو اللابراتوري تيستينج، يكون عندنا جود كوميونيكيشن وذ لابراتوري ديبارتمنت، فيكون عندي يوتيلايز اللابراتوري تيستينج تو كونفيرم ذا انفيكشوس ايجنت اند انتي ميكروبيال سسبشن بروفايل. امبلمنتيشن اوف كنترول ميجرز، هنا نتكلم على البيست براكتس. دائما البيست براكتس يساعدني اني اعمل ديتكشن للسورس، فيكون عندي implement control measure based on the finding to prevent further transmission. evaluation بعد المراحل هذه أو methods اللي تكلمنا عنها لازم يكون عندي evaluation. فكيف أعمل evaluation؟ evaluate the effectiveness of the control measure and adjust as necessary. الcommunication دائما نتكلم عن أي مراحل من مراحل الـ outbreak management، إنه يكون عندي communication ويكون عندي good communication. كيف؟ by finding and updating to relevant stakeholders including healthcare worker and public health authorities. الكوميونيكيشن اللي هي اخر نقطه تكلمت عنها، يمكن الكوميونيكيشن عندنا نقطتين فيها: internal communication during the outbreak management and external communication. فالinternal communication دائما نركز على الكوردينيشن والeducation والسبورت. كيف نعمل كوردينيشن؟ facilitate the coordination response effort among healthcare worker and department within the hospital. Education, يكون عندي keep the staff informed about the outbreak, new protocols and safety measure. Support, يكون provide a channel for healthcare worker to express the concern اللي موجود عندهم, will receive support and effort and offer feedback on outbreak management practice. كيف يكون عندي external communication؟ من الـ public trust، الـ community engagement، الـ media relation والـ stakeholder collaboration. اسمحوا لي بس هنا أوقف الـ media relation. يمكن الـ media relation بعض الأحيان يكون نقطة سلبية في الـ outbreak management، فالـ manage لازم يكون الـ flow للـ information to the media to ensure accurate reporting and to avoid misinformation. دائما نلاحظ بعض الأحيان انه يكون عندنا مس انفورميشن تتسرب للميديا. الكوميونتي انجيجمنت جدا مهم، انجيج وذ ذا كوميونتي تو ادكيت اند انفورم ذم اباوت بريفنشن ميجر اند تشينج ذا تو هوسبيتال سيرفيس. الستيك هولدر كولابوريشن، كولابوريت وذ بابليك هيلث اوثوريتيز، الجفرمنت ايجنسيز، الايجنسيز اند اذر ستيك هولدر تو الاين ايفورت تو شير ريسورس. لما يكون عندي الإفورت ألايند يكون عندي برضو مشاركة للريسورس اللي أنا قاعد أتحكم فيها في الأوت بريك. الأوت بريك كلاسيفيكيشن ماتريكس أنا متأكد أنكم أنتم عارفينها بعد يمكن
محاضرات كثيره في الاوت بريك، فما في مانع ناخذ عليها نظره ثانيه، اوت بريك كلاس سي، اوت بريك كلاس بي، اوت بريك كلاس اي. فونس انه الهيلث كير فاسيلتي تبلغ عن الاوت بريك، خلاص البلاتفورم ويل كلاسيفاي ذا اوت بريك تو اي بي سي. ونس انه يكون عندي نوتيفيكيشن للاوت بريك، وهنا يمكن النقطه اللي انا وضحتها في الكرنت سيتويشن، لو لاحظت انه 94% من الاوت بريكس الحمد لله وقفت او كانت على حد الاوت بريك كلاس سي. ليش كان عندنا انها توقفت على حد الاوت بريك كلاس سي؟ لان كان عندنا جود امبلمنتيشن للاوماب. ايش هي الاوماب؟ اللي هي الاوت بريك مانجمنت اكشن بلان. هذه تصدر اول ما يكون عندنا نوتيفيكيشن عن اوت بريك، فهي الموست كومن ايشوز اللي دائما تسبب الاوت بريك لو نلاحظ. فتبدا بالنوتيفاي، نعمل نوتيفيكيشن، امبلمنت للاي بي سي ميجر، اكتيفيت الاوت بريك مانجمنت تيم، انفورم الريليتد ديبارتمنت، السكريننج، الايزوليشن، الديكولونايزيشن، البريموت بيشنت هايجين، نوتيفاي الليمت اوف ذا اوفر كراودنج، تريس، كالكوليت نيرس اند بيشنت ريشيو، اساين، يكون عندي افيليبيتي اوف سبلايز، بروفايد انفيرومنتال ديسانفكشن برودكت، بريفورم روتين اند تيرمينال كليننج، كولكت الانفيرومنتال سامبل اف نيدد، apply if needed the fundamental engineering control principle و restrict طبعا الفيزيتور and unauthorized personnel. آخر نقطة اللي هي educate and train the healthcare worker about the microorganism that caused the outbreak. هذه الأوماب اللي احنا متأكدين بإذن الله أنه إذا كان عندنا good implementation لها فما يكون عندي raise the outbreak from level C to A to B or A. في مرحلة الاوت بريك بي و اي يكون عندنا دائما نطلب الانيشال ريبورت، نعمل كوركتيف اكشن بلان على الناشونال بلاتفورم، ويكون عندنا الفاينل ريبورت. بنتعرف الان على الانيشال ريبورت ومكوناته، بنتعرف على الكوركتيف اكشن بلان، وبنتعرف على الفاينل ريبورت. هذا الانيشال ريبورت الخاص بالاوت بريك اي و بي، ايش الفائده من دائما الانيشال ريبورت؟ الانيشال ريبورت دائما يعطي نظره من قسم مكافحه العدوى او من ادارات مكافحه العدوى بالمديريات او التجمعات، انه يكون عنده نظره اوليه عن وضع الاوت بريك، فيعطينا الكلاسيفيكيشن للاوت بريك، يعطينا الكود، يعطينا السيكونس اوف اوت بريك، يعني هل الاوت بريك هذا من سي تو بي او من سي تو اي او من بي ل اي. فهنا يعطيني نظرة على الريسك اللي أنا جالس أواجهه. طبعاً الريجن والفاسيليتي نيم والتايب والديبارتمنت والأورجانيزم، هذه جداً معلومات مهمة عشان يكون عندي نظرة أولية من الانيشال ريبورت. الأوتكم عشان أبدأ أقيس الريسك أسسمنت وأعرف إحنا الأوت بريك كيف المانجمنت هيكون معه. أيضاً قبل ما أنتقل للكوركتيف أكشن بلان، مهم جداً البرامج الأخرى تكون involved في مرحلة الأوت بريك مانجمنت. يمكن أهم البرامج إنه يكون عندي نظرة overview على الآيكا، أيضاً يكون عندي overview على الهاند هايجين كومبلاينس ريت، وأيضاً يكون عندي overview على البيكسل كومبلاينس ريت في المنشأة الصحية. الكوركتيف أكشن بلان طبعاً هي تكون أوسع من الأوماب. ليش أوسع من الأوماب؟ لانه احنا انتقلنا من سي ل بي، فمعناته انه ما كان عندنا كنترول على الكيسز، فمحتاجين نظره اوسع، وهذه دائما مهمه ادارات مكافحه العدوى بالمديريات. فالاوت بريك مانجمنت واحده من الانترفنشن الخاصه فيها اللي هي الكوركتيف اكشن بلان، وهي اليوم موجوده الحمد لله في الناشونال بلاتفورم. فهي تتكلم عن الكوميونيكيشن، عن النوتيفيكيشن، عن الاوت بريك مانجمنت اكشن بلان. يمكن لو ناخذ مثال على كل نقطه، الكوميونيكيشن كيف يكون عندي جود كوميونيكيشن، او انا اذا جيت اعمل كوركتيف اكشن بلان، اذا جيت اعطي نظره للاوت بريك اللي موجود عندي في المنشاه الصحيه، كيف اعرف انه جود، انه عندهم جود كوميونيكيشن، يكون عندي اكتف اوت بريك مانجمنت تيم، انه يكون عندي اكتف سبورت، او يكون عندي سبورت من الليدرشيب اللي موجودين سواء من هوسبيتال دايركتور او ميديكال دايركتور، يكون عندي دائما حضور من الكونسيرن ديبارتمنت اللي فيه الاوت بريك، سواء اتكلم مثلا اذا كان الاوت بريك في الاي سي يو او في الان اي سي يو او مثلا في الورد. ايضا النوتيفيكيشن يكون عندي جود سيستم النوتيفيكيشن، سواء على الجنرال بلاتفورم او يكون على الانتينر في المستشفى. كيف يكون عندي نوتيفيكيشن؟ يكون عندي اليرت للاقسام المعنيه، ودائما الاقسام المعنيه القسم اللي موجود فيه الاوت بريك بلس المختبر، عشان يكون عندي كونكشن للريليتد ستيك هولدرز تو مانج ذا اوت بريك.
السكرينينج دائما احرص على موضوع السكرينينج عشان نعمل اليمينيشن للكيسز، فيكون عندي سكرينينج للنيولي ادميتد بيشنت تو الكريتيكال كير يونت او للمكان اللي موجود فيه الاوت بريك، او يكون عندي ايضا سكرينينج للترانسفير فروم اذر هيلث كير فاسيليتي او ترانسفير فروم اذر ديبارتمنت تو ذا سيم هوسبيتال تو ذا كريتيكال يونت. السكرينينج يمكن كان في محاضره خاصه تكلمت عنه، لكن يفيدنا جدا في مرحله الاوت بريك مانجمنت تو كنترول ذا كيسز، وما يكون عندنا ويكون عندنا اوير للحالات اللي هي جايه من الكوميونتي او الحالات اللي هي انفولف فعلا في الاوت بريك وكانت من التريسنج الخاص بالمانجمنت. ايزوليشن روم اند بيشنت ترانسفير بروتوكولز، لازم يكون عندي اويرنس الايزوليشن روم اللي موجوده في المنشأة الصحية عشان أقدر أتحكم بالحالات وأقدر أوزع الحالات وما يكون عندي سبريد للإنفكشن. الكونتاكت تريسنج بلس الفيزيتور لوج بوك، هذا يساعدنا جدا في مرحلة أداء مهمة الكونتاكت تريسنج من قسم مكافحة العدوى. الستاف بيشنت الستاف والبيشنت ريشيو، يمكن هذا تحدي احنا نواجهه في كثير من المنشآت الصحية لكن ما يكون عائق عندنا في المانجمنت، ودائما ما يكون عندنا حل له سواء بالدعم من المنشأة الصحية او بتقليل عدد الحالات في حال الاضطرار لها. عشان برضو الستاف يكون عندنا فيه تشالنج، فاحنا محتاجين نفعل الانفكشن كنترول لينك نيرس اللي هو يساعدنا كثير تو امبلمنت الانفكشن كنترول براكتس انسايد ذا يونت. ريستريكت اكسس فور فيزيتور، طبعا في حالات الاوت بريك لازم نعمل ريفيوينج على الريستريكشن للفيزيتورز، وانس انه يكون عندي مانجمنت، وانس انه يكون عندي اوت بريك مانجمنت تيم، هنا يكون في قرار بالريستريكشن بالعدم. هذه نظرة بسيطة على الفاينل ريبورت لأي أوت بريك، وهذا برضو يستفيدون منه كثير الزملاء في المنشآت الصحية. فإحنا نتكلم عن الفاينل ريبورت، دائماً لما نقدم فاينل ريبورت عن الأوت بريك من المهم أن نعطي information about the pathogen، أيضاً من المهم أن نتكلم عن environmental sampling إذا كانت موجودة أو لا، إيش الميجر taken to control the outbreak، نتكلم أنه كان عندنا good isolation, environmental cleaning، patient staff ratio, link nurse عفوا، review up to date البوليسي based on GDIBC guideline اللي هو ID and GDIBC consultation، OMAP اللي هي المرحلة الأولية هل فعلا كان لها implementation or not، plan to manage the new positive case، هل في plan to manage a new positive case، أي outbreak من المتوقع أنه يكون في new positive case، فهل في plan to manage a new positive case، كيف يكون عندي بلان؟ مثلا اليونت عندي الاتاك ريت عندي وصل 90%، فانا معناته انه ما أن لازم يكون عندي بلان to manage a new positive case، انه يكون عندي transfer to other unit ويكون عندي بلان هذه موجوده وموقعه وتم مناقشتها في الاوت بريك مانجمنت تيم. طبعا الاندميك كيرف مره مهم في الاوت بريك مانجمنت عشان يعطي نظره واسعه، والسبوت ماب عشان نعمل تريسنج وعشان نعمل good isolation للبيشنت اللي موجودين في المنشأة الصحية. how we can implement the program بشكل عام، طبعا مثل ما انتم عارفين يكون عندنا الجايدلاين ويكون عندنا يوزر للبلاتفورم، ايضا يكون عندنا clear role and responsibility. شكرا ويعطيكم العافيه، وشكرا ابرار على التحضير، ويمكن المحاضره هذه المانجمنت يهمنا فيها لو نعمل ريفيو بسيط، يهمنا فيها كيف نعمل كوركتيف اكشن بلان، يهمنا جدا كيف نعمل امبلمنتيشن للاوت بريك مانجمنت بلان، كيف نعمل برضو جود اوت بريك مانجمنت تيم، وكيف يكون اكتف في المنشاه الصحيه. شكرا لكم.